شبيك لبيك، من الشرق يجيك من الغرب يجيك، اطلب ثلاثة حاجات يجيو بين يديك. شكونك انت؟ شكونك انت؟ في عمرك مريت جن؟ هاي هز بروحك، ما عادش عليا بكري، راني نكمل خدمة بعد نص ساعة. بي 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 عم جن بي نحب نولي غني. هذا آخر قرار؟ لا نفدلك عليك. صي صبيت لك شاك فيه 1000 مليار، صندوق يحك في صندوق. الطلب الثاني؟ ثاني نحب نولي شباب ونحي الكرش. شباب اوكي، اما الكرش الصعيب. تين فضلك عليك. بعد ساعة باش تولي شباب وضعيف. تديني حد لا لا الواش مش طوبة. قلت لك بعد ساعة على خاطر حكاية الكرش يلزمها برشا خدمة. سامحني عم جن مش شباب. كمالي الثالثة خلنا نخلط على الماتش. راهو دربي بين الشواطن والجنون. هذه حاجة سهلة. إيوا عم جن نحب نعرس بعزة واليوم قبل الغدوة. عزة؟ شكون عزة؟ عزوزي غير بنت خالتك جنات. جنات العراف، عرفتها. ما هي تخدم مع ولاد عمي. حتى عزة عرفتها. أما قل لي، أنت توا تبارك الله عليك باش تولي غني وشباب، مخلي دالندا وماشي تتبع في عزة؟ شبيه عزة بيا ورا الرو نحبها. يكب سعد الحب. فك عليك منها، نهار وطول وهي تكش عليك. اسمع كلامي برا عرس بدلندا. زين وعين وقد وستيل. كان ما جيتش انا معرس راه. انا نحب عزة ومعناتها نحب عزة. باب راسك وانا شو مدخلني؟ اما بعداش ما تلومش عليا. ايوا صارت هوني سي شباب مخلي البير وحده. امان سيدي خويا خلي عم الجن يكمل هذه الثالثه ولا نخرج عليك. لا ثالثه ولا رابعه. هاي الصاله وحدها غاديكا. وانت يا سي الجن هاي سمحنا لبرا عنا ما نعملو. اوكي حتى هو الماتش قريب يبدا. لا يا عم الجن بربي سيدي خويا عايش خلي يكمل يحرس لي بعزه بعد نجي. لا معناتها لا. أمي ما الغدوة قصدي ربي؟ إن شاء الله إن شاء الله. أشكون كان يتصور نهار اللي ماما وامي فضيلة باش يمشيوا مع بعضهم الكروزير؟ صح والله يا أمي لما تتفرهدوا بالقداء بالقداء هات تشوف. يا سيدي هاني نعاود لك الآخر مرة، أنا مانيش ماشية للتفرهيد، أنا ماشية باش نزهز لولدي وللطفلة عز. سعود وين جزهزت لي قبل ما نعرس؟ بربي انتو ما قررتوا فيسع على العرس وحدكم في البلدية وسكنتوا في تونس، الحكاية هبطت عليا ضربة واحدة، وقتاش تحبني نزهزكم؟ قل لي أمك ما حكتلكش على البرنامج شنو؟ البرنامج يا سيدي باش يعملوا اسكال بنهار في مغسي. يا ميمتي على الفيو بار القصرة. ومن بعداش باش يمشيو يعديو 3 أيام وليلتين في جزر لي كناري. يا عيني يا هو برنامج هايل هذا. شنو الهايل فيه؟ الزيرة مليانة بالكنالوات، تعرفني تحب العصافرة. صباح الخير سبعون. صباح الخير دلندا عزوزتي. اسمع انت وليت ياسر تغلط في اسمي، الحكايه هذه فيها انا وانا ما عادش تساعدني. استنى والله مش مني، تنهار كل انا وياها في البيرو وزيد ما فزت مفجوع من حلمه. اين حلمه زاده؟ من حلمت بدلندا والولد وتحلم بيها زاده يا راجل ما صح رقعتك. استنى نفسر لك، يا رجال باش نعرسوا سيدي خويا دخل في الحلمه. تحب تعرس بيها؟ ليه؟ انت ما عادش معك كلام. ما عاد عندي ما نسمع، طفي روحك يا عزوزتي.
صباح خير يا اسبوعي، اش بيه يا حزه معاك؟ باقي تصدق لك وانت ساكت؟ مرحبا منك سي البيجي، ماشي كاريني فيلم على الدين القديم السحري. نعم، مش انت تحول فيا تحب عدي سينمي وقلت لي نحب فيلم صور متحركه ما نعرفوش، اعطيتك وما كرتلكش على دا. شكونو؟ علاء الدين بالسوري على دا. علاش هو مش عربي؟ الجن عربي، علاء الدين اصله تاجر فارسي. يا اخي ما تعرفش حكايه الف ليله وليله؟ نعرف حكايه الف ليله وليله، وام كلثوم غنت عليها باهي. يا ولدي خلي ام كلثوم على شيرها، هذاك عنوان الاغنيه الف ليله وليله، ما يحكيش على الكتاب. باهي باهي، مخ الهضره، الف ليله وليله ذي بتاع العرب ولا بتاع الفرس؟ لا، بتاع الهند. على خاطر شهريار اصله مهرجة، معناها امير هندي. اوه يا بيجي، حتى من الصور المتحركه ذي صعبوها يا خويا، ما عشتيش ما عاش حاجتي. انا مش رجع الفرس في شرلو، قول لي زاد شرلو مش امريكاني ترى؟ مش امريكاني، اصله انجليزي، اما عنده جنسيه سويسريه. اوه يا بيجي، ما في باليش بيك مثقف لهالدرجه. انا الترزة والبارابول هم اللي قراوني، انا درت العالم اجمع وانا قاعد في اللاتوليه بتاعي. ما عليناش، قول لي شنو اللي ما عجبكش في الفيلم؟ مش فيلم اللي ما عجبنيش، اما لك هك الجن طير لي. جن؟ اما جن تاع الفيلم؟ اوه يا بيجي قداش متصدق، الجن اللي جاني للاستديو، الشات نتاعك. وي دكتور، حاجتك بيا؟ عيد رند عيد، شوف من فضلك تكلم البورت وقولوا له وقتاش لازمنا نكونوا غاديكا غدوه قبل ما يخرج الباتول باش يعمل كروزير ما بين مارسيليا واسبانيا. دكتور ماشيين كروزير مع بعضنا؟ مش خاص. لا لا، نقصد امي ونسيبتي ويزمني انا نشيحهم غدوه. صحه اليوم. تعرف دكتور انا نحلم مره نمشي في كروزير. كان شفت انا اش نحلم؟ نعم دكتور. لا لا، شيء قلت بون تو نكلم نادي بتاع فرويد وكان مبرمجين كروازيير في الباتو تو نازك معايا، نقصد نقيدك في الرحله. اش خص دكتور كروازيير معاك ومع مدام زينب؟ مدام زينب؟ لا لا لا، مدام زينب ما تقولش بها الحكايات وما توقش، عندها لو مال دو مير. يا لطيف، ملا اذاك علاش انت ما تحبش تمشي للي كروزيير؟ لا علاش لا، كان نلقى شكون يشجعني نهزه معايا ونزيد نخلص عليه. ملا ماكش باش تلقى خير من خوك اسبوعي تو تشوف الجو اللي باش نعملوه احنا ثلاثه. جو جو، انا واسبوعي عاملين جو في كروزيير. بون دا لندن، بون عايشك من فضلك امشي ونشد لي على الشيء اللي قلت لك عليه. حاضر دكتور. والله انا واسبوعي عاملين جو في كروزيير. الله الله. صباح الخير اختي فضيله. صباح الخير. اي ليلى، ها هو الساك اللي قلت لك عليه، اكبر واحد لقيته عندي. صباح الخير ماما. صباح الخير. هذا يهز لي الماكله الكل، الخبز المبسس والبنادق وحكوك الهريسه والتن. فكرني زينو باش نولي وحكوك الحليب ويظهر لي زاد الحكه الكبيره نتاع البسيسه. واختي فضيله، صار انت الساك هذيا للماكله اللي وصيتني عليها، فاش قام هالمونه الكل؟ الكروازير راهي بونسيون كومبليت، عندك يا ليلى فطور صباح وفطور عند الاول وباربيكيو على البيسين في العشيه وبيفيه في الليل. ثابت عندك وكي يطلع البابور ما يوكلش. وقت هذا توريست الكل يموتوا بالشر. يا ليلى صدقني راني عملت دي كروازير قد شهر راس. اختي دبر على روحك، انا يلزمني نهز البنيه اقول بسيسه معايا على ما يوات. واختي فضيله فاش قام تثقل في روحك وما تنساش اللي انت ماشي باش تعمل شوبينغ في مارسي. لا يا اختي انا معيني في شوبينغ، كان انت شارها علي اعمله وحدك، خليني في البلاد نسلع على روحي. ايا باهي، ما تنساش باش تهز المايو نتاعك. مايو؟ اي تتكلم بجدك؟ ايا باهي، اذا كان يطلع الطقس يعاو ما هو لازم نعملوا غطسه. شو اختي دوج كان ناويه تهز تبهذلني في بلاد الرويمه من توا نقول لك بطل. طيب راح. ليه عاد يا مي فضيله فين تبطل؟ برا امشي تفرهد، وكانك على العومين وما تحبش تعوم ما تعومش يالا. انا نعوم مش ما نعومش، فما على شرط
يبدا البحر فرق وبجبتي بجبتك مد... يا لله عوم عوم حتى بسف سريك المفيد اعمل غطسه في مايوركا. واه يا اخي شبيك سبوعي اليوم؟ قوش عليك ماكش في صحنك شي دادو متقلق برا متقلق خاطر امك مسافره باش تخليك وحدك تي نص هكا ونص خاطرني حلمت حلمه قلقتني يا حلمه احكي لي فيسا تعرفه إيه انا نفسر الاحلام بالكدا من جد والله طب احكي لك ما نجمش نحكي لك تعديش خاطرك انت موجوده فيها الحلمه انا اي انت وجن جن بسم الله جن هذا ما يخوفش وزيدي يعرفك منين يعرفني بسم الله العظيم المفيد جن ما يحبش اخو عزه وقال لي خذ واحده اخرى ما خير واه شبيك لا 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 شي 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 اسمعي سيدي حتى مجنون ولا يدخل في الحكايات هذيا اي وشكون هاللي نصحك بها الجن ما نجمش نقول لك تعليش يا تلنت ما نجمش تراني عيد ما السمع ولا نخمم وداخل بعضي شنو ما توسوسو كيفاش تحبني فسار لك منيمه من غير ما تحكي لي على كل شيء ده الدور المنيمه هذيا انا فاهمه علاش تحكي راهو وذاك علاش ما عادش نحب نزيد نفسرها بالخص من عندك انت عزة نعم وصيت أمك فضيلة على مناشفة والصبابط والفروشات وسربيس الماكلة أي اللي وصيتني عليهم الكل وصيتها عليهم اسمع قبل ما تمشي تسلم عليها غدوة هيدا اللي سنصرستوها تماش ما تفكروا حاجة أخرى حاضر نانا شبيك كيفاش لا حاضر نانا فما حاجة مقلقتك؟ ليه حتى شيء؟ نقضي ليه مفهميش حاجة تستاهل باش نقوم نحكيها وكهو؟ عدينا محسوب أمك يسبوعي نانا والله عرفته داخل في العجة المفيد جابش عيت لي عزة عيت لي دلندا دلندا الكاتبة؟ يميل شكون بربي الراجل نهار وطوله مخوفية حتى انت زيدة واه تتغشش خاطر غلط لك في اسمك ها خجاك جديد هو اسبوعي ماك تعرف وجي قول صح قول اي اما انا غضتني الفازه حكايه فارغه تعرف شو تعمل اكبس اي توا يرجع كي المنقيله بعد ساعات راهو فما رجال يحس روحهم هكا تحل ولا هدره كبيره خضه صغيره يرجعوا كنس 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 يزي عايشوا لي انتي عايشوا امي يا امي يا هي عاد ما عادش بكري تقولش عليكم باش تقعدوا عام ما تراوش بعضكم يا لطيف اللطف تي انا جمعه باش نهبل ماذا بيا في نهاري نمشي لمرسيليا ونرجع واش خصي يا امي امي هاني لوطه انا باش نهبط الباجاج 10 دقائق وقتوا عليا الكهرباء باهي انت مازلت ما طيرتش وحشه من ولدي باهي يلا تو نحي لك لقشه من كرشو هزها معاك بعيد الشر على وليدي شوف مش تخليني انا غايبه وتعمل فيه ما بديالك فهمت ورحمه بابا لو كان اسمع بيك عملت له حاجه لما تغشش منك هيا هاني انا باش نهبط معاك يعيشك اختي فضيله ازرب ميزمناش نوصلوا مخر للبرت بيه هاني خالد يلا دوجة وي يا نسيبتي العزيزه ما نسيت شيء نو ريان دي تو الوغ لا عندي كل شيء والفليجه هذيك تاع شكون باردون يا امي يا اخي ساكش حطيت فيها هذه
أمي فضيلة هي وهزيتها الماكلة. فكرتني في الماكلة. اسمع باب، كان ما عجبتكش ماكله مرت خوك او كذا بوس الهروس والمرقاز اللي مقلي في الكوجي. سمعتني؟ هاي رد بالك على روحك. امي يامي ما زلتش نوصيك لا تجيب لي لحوايج لا بارفان، هاكا مامي تتصرف. علاش مامي خير ولا خاطر انا ما نشريش المعطر والمهدع؟ تي لا يا امي فضيله، اماني تقصد الفلوس اشري بهم زاز اسبوعي ابجل. انا كانك عليا الفلوس اللي باش تشري لي بهم كادو تروح حاتيهم لي طوال نتصرف. يزيتوش تو هيا امي فضيله، ما عادش بكري عليك، راه سليمان قاعد يستنى. هاي ارد بالك على روحك. عايش ولدي يا بابا. هاي بابا عايش ولدي، عايش ولدي. طول طول تعليا البابور عايش ولدي. هاي 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 في ذات ربي يا ابني. شو ما نزيدش نوصيكم على عمكم، راني ما متهنيه كان بيكم. وين يا امي فضيله؟ خايفه نخليه يلعب بالوقيده والمقص؟ في دعاء ربي. هاي هاي اختي دلن، اسبوعي مش ولي. ترى شوف تحت البيرو. زعما مش في الاستديو نتاعو؟ مالك يجي يقول له وينو الدي في دي؟ على خاطر لقيت الغلاف فارغ. دي في دي على ايدينا؟ اي نعم. تفضل يا سيدي، لقيته في الاورديناتور نتاعي. تحب شي حاجه اخرى؟ لا بارك الله فيك. قل لي ريت سليمان هز في اللي جات امه. زعما اختي زينب امي فضيله متعاركينا؟ ما نعرفش، اما استنى دقيقه. اش تعمل؟ باش نطلب لك مدام زينب نسالها. ما حشتيش، واش يهمني فيهم انا واش مدخل؟ ظهر فيه ياسر نسناس. شنو هو نسناس؟ اما هاني بديت نتلهي بيه. يا خيتي العباد قداش ولات لهي ببعضها. على كل جار تلقى 100 عين، وعلى كل دار 1000 دار لطف. هذاك اللي يسموه مجتمع المعلومات، اما في عوض يقعدوا حدهم حد الانترنت، هما عمموها على تنسنيس. يا خيتي ما احلى كلامك. يا اخي قريت في الجامعه؟ قريت وما كملتش. تسكن في تونس؟ في حي الانشراح. معرسه؟ لا. ملي لازم مخطوبه؟ لا. كيف يا بنية كيف كنت تقعد ما تخطبشي؟ لا هذه ما صدقهاش. يا زعما انا مخطوبه وانا في باليش. اسمع اتا نطلب امي نسالها علاش الحكايه تقعد في قلبك. اي تفضل مدى. عزوزتي انا كنت كنت جايك. حسي روحي قلق ومتقلق. ايش قولك عزوزتي تجي بحثي تونسني شويه؟ نونسك به، اما ايش قولك لو كان نجيب معايا عصا نمسد لك بها ظهرك. وهو ايش عمل لك؟ هو يعرف ايش عمل لي. سي سبوعي انا وياك وفاء، ونستك بالكاتبه إلا دلندا متاعك. تفضل أختي. أما استنى استنى، نحب نعرف شو اللي عمل لك. يا مدام حتى شيء. و هاي تفضل. هاي نانا جنات. عسلامة لجنات. أهلا مرحبا وبيك. يعيشك. تفضل اقعد. يعيشك يزيد فضلك يا لجنات. هالل تحب نشوف لك بالفنجان ولا بالكارتا؟ والله يا جنات ماذا بيا تشوف لي بالزوز، عندي برج حاجات تحب نشوفهم. ظهر فيك جايه متحزمه وعقد النيه متنيه. شو متحزمه يا جنات؟ اسمع نحب نعرف الشقيقه والرقيقه، تعرف على شكون ما؟ اسمعني مليح، راجلي وحماتي ولوزتي وسلفتي
وسلفي وزميلتي اللي في الخدمة وجارتي والملاك اللي كاريلي كهو امتى بهذو مساحة نزيد نتفكر. عزة برا عمل لها قهوة في الززوة بزيد بن. عاد هذي يلزمها بقرة جم تاع قهوة وشوف وشوف. شقالت شقالت؟ يا زينب يا أخي أسبوعي جاي يفطر معانا ولا؟ أسبوعي جاي من بكري ما يحبش يفطر هاكا مقيل في بيت أمك. أما ظهر فيه فطوري شهي. تعرف كيف رجعت نطيب نحس في روحي استرجعت أياماتي. قل لي زينب وانت علاش تعرف في روحك في التطيب؟ علاش ما نعودوش نجيبوا الماكلة من عند التريتور؟ هي يا با هذه فكرة هايلة. دجاجة مصلية ريزوتو بيتزا شاهدوني في همبرجر مع مكابي. أوه ماني قلت لك اسمه ماكي كباب. بربي اش خير من ماكلة الدار نظيفة وصحية. قداش باش تقعدوا تفونتازميو على ماكلة الشارع؟ ها هيا قوموا وفطروا. هاي وين قومنا؟ سلومة نهزلك شوية شربة. اي ما يسالش. هات صحنك. هذه شربة؟ مال شنو؟ لا خاطر ريتا ملق الهورت لي كأنها طاجين ولا كيفاه. فاتوم هات صحنك. نو انا في نالمون نحس في روحي شبعانة ما غير ما تصب لي ما نحبش نغصب على روحي. امين هات. هو انا الحق متاع ربي ماما ماك تعرف صيف قرب ويلزمني نعس على ليني متاعي. ترسوا غادي انا اللي باش نحل الباب حتى واحد منكم ما يتحرك من الطاوله. مفهومه؟ وينك يا امي يا امي وقتاش تروح؟ اهلا عزه تفضل. عسلي اختي زينب. صحة ليكم يا جماعة. يعطيك الصحة. حبيت ندوخكم شوية من الفطور. هي عايشك تياك تبارك الله كيما ترى الخير بزيد. والله مازلنا ما فطرناش. هاي بسم الله. ليه صحة إن شاء الله مرة أخرى. أنا نستنى فيا على الفطور. عايشة هي طيبة. هي عايشة طيبة. باش تحبوا تبداو؟ بالشكشوكة. سليمان سليمان إجا شوف إجا نشوف إش فما زاد إن شاء الله خير. إي شنو هذا؟ ها هو سي أسبوعي ملطوخ على الفرش ومحمل جبته أمه. ها إش فيها من الفرجة هذه؟ من بكري قبل ما يرقد بكي 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 بالشاقة حتى لين هزو النو. إيه عجبي وخاطر حاسس على أمه. ها أول مرة تبعد عليه. والله سخفني علاش ما تعديش عليه؟ شوف شنو بابا نعدي عليه نعمل له كونسلتاسيون فاش قام. يا عاد شنو اللي فيها؟ يا اخي ماكش ترى فيه عنده مشكله نفسانيه؟ برا احكي معاه شويه بالك شي تفرهد. اسمع زينب لحاجتي اللي باش نحكي معاه اللي يحكي معايا لحاجتي باش نسمع الخنار نتاعو يعيشك. عجب اما المرضى اللي يجيوك فاش قاعدين يعملوا؟ ها؟ مش يحكيوا لك على الخنار نتاعهم؟ يلا المرضى اللي يجيوني ها يحكيوا لي على مشاكلهم في اطار العمل فقط. أسبوعي أسبوعي أمي أختي زينب. أسبوعي قم تعشى. معيش معينكش في العشاء؟ ليه عاد هذي قلت لهم اسكتوا سليمان توا يلزموا يلقى لك حل. اسمع خوك بيه حاجه راهو تعرف ما حبش يقوم يتعشى. بربي يا زينب فك عليا من اصبعي راسي باش يتكسر عندي ميغرين. تلقاه هذاك كلاس عفى البلابي واش طاير دجاجه ورقد عندك بيه هضمهم وتو يقوم لما يرحل لك الفريجيدير الكل. يا ولدي انا دجاجه وانا البلابي الراجل من نص نهار وهو راقد
انا بصراحه خايفه لا تروح امك من السفر تلقاها ضعاف وقتها عاد نولي انا اللي قتلته بالشر. اسبوع يضعاف اسبوع يضعاف بالله العظيم هذاك اللي كان يقعد عام كامل ما ياكل حتى شيء ها ما يذوبش جرام من الدقنونه نتاعو. بيه كي انت ما تحبش تعدي عليه يبعثوا لبن عمر صاحبك. اسمع انت يظهر لي ماكش فاهمه. شوف لو كان اسبوعي الحاله نتاع اسبوعي يلزم يتلم عليها فرويد ويونغ والمرحوم سليم عمار وانا بطبيعه الحال ونقعدوا 20 سنه واحنا نبحثوا فيه شوف نفهموش 1% من نفسيته. شبيك طونطون؟ هيا شكيلي شكيلي. بربي مني مش نبدالك من أمي اللي مشيت وخليتني وأنا من عزة اللي قصت وطفيتني. هيا عاد طونطون كانك على أم يامي جمعة ترجع وعزة ماك تعرفها تغلي وتشعل وتسخن وبعدش تعمل فشي كلمبولة. صحي طونطون كلمبولة بالضبط هما تمشيش تعود العزة. المفيد كي تبرد شوية رضيها وترجع المياه لمجاريها. وانت منين ليك النصايح هذوما كل اللي بالشكارة؟ بالله انت غنيت طونطون تسمع بيه تشات. هيا تحبش تشاتي معايا؟ لا لا انا تعب نحب نرجع نرقد. واه طونطون راك عشية كاملة وانت تجبد فيها خميري. طار علي النوم في بيت امي وزيد ساقي ثقلت على السيديو نتاعي وخايف لك الجن يرجع لي. برمشي يرقد في الصالة هاوك عندك تلسة تجيب لك النوم. يدي بان مش مرتاح. تحبش ترقد في فرشي وانا نرقد في الصالة؟ فرشك صغير علي. هاي سكتوش وخليتوني نرقد يا اخي حكايتكم ما يفهوش. ملا والله مانيش مقايلة كيفكم راهم باش تسهروني لتوا. طنطون طنطون بيه هكا صحيتك يلا ما قصرتش. زينب الحقيقة نتاع ربي انا ما عادش نجم بيلت هاي نمشيو نرقدو. اسبق انت خليني انا نكمل فيلم تنخط عليك. تي بربي تكمل فيه الفيلم الواه هذا تي ظاهر النهايه نتاعو توكا الورثه باش ترسي عند الطفله هذيك اللي قلبها بي والطفله باش تاخذ الكونتابل اللي قلبه بي وكاو. يا اخي تعرفوا الفيلم؟ لا لا اما نعرف المخرج نتاعو حتى هو قلبه باهي زاد. يا تيكي سليمان والله جدت عليا الحكايه. برا برا رقت خليني انا نعمل شبعه من التلفزه وحدي. ما تعرف كي تبدا امي فضيله لهنا الفيلم السوري ما تدورش. باهي ما تبطاش برك. اوه ساقي اوه بوي يا 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 شو شتعملوني؟ شتعمل؟ قوم الفرش لو كان ترك زينب لما تعمل حالة. سيدي خويا طار علي النوم ومرحبش نمشي نبات في الاستديو بتاعي. بالله بالله يبدا مخلي بيت الصالة ومخلي بيت امك وذاقت عليك الدنيا ما لقيت تتكبك فوق فرشي. سيدي خويا مش نشم عليك ريحة امي. وشو ما هي برا برا انت عندك تصرف خير طبيعي ولا قول حتى كي تبدا نورمال انت يبدا تصرفك موش طبيعي. خلي الموش طبيعي بتاع الموش طبيعي. لا غالب سيدي خويا الشيء اقوى مني. شو هذا شنو الشيء اقوى مني؟ شو يا ولدي اسمع هاي راهو عمرك 40 سنه راهو مازلت ما قلبتلهوش. لا على الدزه هذيا ماكش باش دخلت لهم مادام شادد في الجبده نتاع امك. المفيد يلزمك تنسى هاو جاي نهار السبت ها اخرج انت وخطيبتك وتفرهدوا مع بعضكم. انا متعارك انا وعزه. تعارك انا وعزه؟ هي تلقاك ما ادري ايش عملت لها. حتى شيء سيدي خويا هي ولدت
كثير عدى من أحلامي. إيه هذا شيء طبيعي هذا في الكوبلوات. تقع هكا تتدخلك في مشيتك وفي جيتك وفي قعدتك وفي مكلتك وفي أفكارك وفي لبستك إلى آخره إلى آخره إلى آخره. واش تحب تكلمني؟ سي نورمال سي نورمال. النساء كلها كاكا من الأول تبدأ تجري وطلها توراها ونهار اللي حضر جنابها هكا يدور لها باش تكلمك تكلمك وإن فوا هكا وليتوا مع بعضكم نهارت اللي ما يضروا ليش تعطيك بون ولا يقرأ لا يكتب وتعديك على شباك نمره ثلاثة واللي بعته سيدي خويا والحل ماش حل يا سبوعي ماش حل الحكاية خطر داخلة في طبيعتنا ما نتصورش كان مش يجي نهار والأمور باش تتبدل ما عندك وين تهرب من حجر ميمتك لشور مريتك ولو الميمة تقعد ديما الميمة ما يعوضها حتى حد يا سبوعي سيدي خويا شبيك توحشت امي حتى انا ايش عندي بابا ايش عندي حاضرك حاضرك سبوعي اش تعمل في فرشي وسليمان شبيه هذاك جاي سيدي خويا توحش امو